على كل حال المزيد من التفاصيل والمتابعة مع الزميل أحمد عبد الرازق، أرحب بك أحمد. وما زال هذا الإقبال مستمرا، تحياتي لك نانسي. بالفعل نحن نقف الآن داخل الركن الأقرب إلى قلبي وقلوب الكثيرين، هذا هو معرض كتاب الطفل الذي يعد فعالية أساسية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. وبالرغم من أن فعاليات معرض كتاب الطفل تنتهي في 5 مساء، إلا أن جمهور معرض كتاب الطفل ما زال متواجدا داخل هذه المساحة التي خصصت له. بالفعل هذا المكان خصص لكل أنشطة الأطفال من موسيقى وفنون وغناء وفنون تشكيلية، ويعني فنون طي وتشكيل الورق والرسم والتلوين والحكي وغير ذلك من الأنشطة التي يستمتع بها الطفل ويلتف حولها، وهو ركن خصص داخل معرض القاهرة الدولي فقط من أجل الأطفال. لا يستمتع فقط الأطفال بهذا المكان، ولكن ذويهم الذين يصطحبونهم يستمتعون أيضا بهذه الأنشطة التي تقدم داخل هذه المساحة. ولكن ننسي قبل أن نستطرد في الحديث عن فعاليات اليوم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، اسمح لي أن ألتقي بأحد أصحاب التجارب أو المشروعات الهامة التي أثرت ثقافة الطفل، الأستاذ هيثم السيد، هو صاحب مشروع عربة الحواديت الذي تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب 2019، وهو صاحب تجربة رائدة يعني يحرص فيها على نشر الثقافة والوعي وإعطاء للطفل حق من حقوقه، وهو الحق في القراءة والثقافة والخيال والتعلم. أستاذ هيثم تحياتي، برحب بك على شاشة أكسترا نيوز، واسمح لنا نتكلم بداية عن هذا المكان الذي نقف فيه، تقييمك لهذه التجربة ومشاركتك ليها. ربما تحدثنا قبل هذا اللقاء أن الهيئة العامة للكتاب، وهي هيئة يعني مؤسسة عامة تخص الدولة، إلا أنها تستعين بذوي الخبرة وذوي التجارب الرائدة من خارج الهيئة من أجل المشاركة في هذه الفعاليات، فحدثنا عن هذا الأمر إذا تفضلت. اولا مساء الخير، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر بخير وكل ولاد مصر بخير. المكان اللي احنا واقفين فيه ده المكان المخصص للطفل، المكان اللي بتشرف عليه بشكل مباشر الهيئه العامه للكتاب، وزي ما حضرتك شايف وزي ما الناس شايفه كم المجهود المبذول وكم التنظيم والاداره اللي موجود في المكان. يمكن في اخر 3 سنين من دورات المعرض المكان المخصص للطفل و أنشطة الطفل بدأ يتعمل عليها سبوت كبير جدا، وبدأ الهيئة بتستعين بناس محترفة وناس متخصصة، ما بقاش فارق إن اللي موجود ده من جوه الهيئة أو من بره الهيئة، الناس كلها بدأت تدور على ناس محترفة، ناس متخصصة، ناس عندها تجارب، وده اللي اصبح الفيصل. والنتيجه زي ما انت شايف الموعد بتاع الايفنتس المفروض ان هو بدا ينتهي، لكن لسه الناس موجوده ومتفاعله، والاقبال زي ما حضرتك شايف ومتابع من اول اليوم لاخر اليوم، والناس متفاعله مع اللي بيحصل والناس مستمتعه، والولاد حاسين بالفرق ما بين اللي بيحصل في السنين اللي قبل كده والسنه دي. أستاذ هيثم، يمكن كورونا كان لها تأثير كبير على الأسرة المصرية وحرمت الطفل المصري من كتير من الامتيازات المفروض أنه يحصل عليها، فزي حقه في الخيال، فخيال الطفل المصري بما أن حضرتك حكى وتعلم الطفل القراءة وتحكي له الحواديث من خلال تجولاتك في محافظات مصر المختلفة، خيال الطفل المصري في هذه المرحلة محتاج إيه وتقييمك له إيه؟ أنا عايز أقول عليك حاجة، هو سواء الطفل في مصر أو في غير مصر، هو الطفل طفل في أي حتة في الكون وفي أي حتة في العالم. الفترة اللي حصل فيها حظر واللي حصل فيها تعليم أونلاين واللي حصل فيها إن الناس كانت يعني موجودة في البيوت أكتر ما هي موجودة في الأكتيفيتيز على الأرض، ده بيعمل نوع من عدم التواصل، وبيكون في حلقة مفقودة كبيرة جدا، لأن التواصل البشري مع الطفل بالذات عامل مهم جدا جدا جدا. فاللي حصل في الفترة اللي فاتت ان في
كتلة كبيرة جدا سقطت في النص ما بين الطفل وما بين الناس اللي بيمارسوا الأنشطة الثقافية، وبالتالي ده عمل دروب كبير جدا. الولاد بدأوا يتاخدوا إلى نوع من يعني أشبه بالتوحد مع الأجهزة، مع التلفزيون، مع الموبايل. بدأ الأطفال بيميلوا إلى الوحدة والعزلة، ده أثر كتير جدا جدا، لأن التفاعل والتعامل المباشر ده من المقومات الأساسية جدا اللي بتنمي حركة الطفل وخياله وأفكاره وبتنمي سلوكياته. لأن في الأول وفي الآخر الثقافة بالنسبة للطفل إنك بتحاول تحول المعرفة اللي بيعرفها لسلوك في حياته العادية أو حياته اليومية. أنا شايف حضرتك جاي في المعرض النهاردة كمشارك وكزائر في نفس الوقت، لأنك مصطحب أولادك، فهل أولادك استمتعوا بالفعل بالمكان وبالأنشطة اللي بتقدم في المكان، واشتريت لهم كتب ولا لا؟ نوع من الصدق مع اللي انت بتعمله أو صدق التجربة، ان انت مش هينفع ان انت بتكون بتقدم خدمة للطفل وبتدعو الناس للمشاركة وان ولادك هتحجبهم عن ده وان ما تمارسش ده معاهم، هم في الأول وفي الآخر برضو أطفال ومن حقهم ان هم يشاركوا. هم جم النهاردة وحضروا بالفعل ورش، وانا اتفاجئت بحاجة أنا ما كنتش واخد بالي منها، إن موجود ورش لتعليم النحو، وأنا عندي مشكلة زي بقية الناس إن الولاد بيكون عندهم مشكلة في النحو. قعدوا وأنا كنت متخيل إن هم مش هيتفاعلوا مع الأستاذ أحمد سراج في ورش النحو، لكن تفاعلوا وتقدمت بشكل مختلف جدا جدا، وبالطبع اشترينا كتب. و عايز اقول لحضرتك ان العناوين اللي بتطرحها دور النشر والهيئه العامه للكتاب بالتحديد للطفل كميات مهوله جدا ومتجدده جدا، وفي عناوين كتيره مهمه جدا طرحت، والحمد لله اشترينا اكيد. اشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك مشاركه موفقه وزياره طيبه. اذا نانسي، هذا جزء من فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب، هذا الركن الاحب الى قلبي، ركن الاطفال الذي خصصت له كل هذه المساحه، ليس فقط الانشطه التي تقدم داخل هذه المساحه، ولكن ايضا هناك العديد من العناوين والاصدارات، الكتب الخاصه بالاطفال، منها الجديد ومنها ما اعيد طبعه بالوان اجمل وبصور افضل. هذا فعلا نشاط مميز. على مدار اليوم كنا يعني وجدنا دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب يتجول بين أروقة المعرض، يدقق في أقل التفاصيل، يسأل لماذا خلص الشحن أو انتهى شحن النظارات الفي آر أو الخاصة بالواقع الافتراضي، ويدقق على هذه التفاصيل والكثير من الأمور بنفسه والعديد أيضا من المشرفين على هذه القاعات. الحقيقة مجهود حقيقي مشرف للقائمين على هذا المعرض وتفخر به مصر. أعود إليك مرة أخرى نانسي. نعم زميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا إذن من أحد أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحديدا هذا الجزء المخصص للأطفال في المعرض. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأيضا الشكر لضيفك الكريم.